بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو هو حنتكلم على DNA. DNA باش نفهمك لازم نرسمه قدامك بشكل هيك بسيط وتكون شني فاهم معاي الفكرة بتفاصيلها. أولا مضطر إني أنا نرسم الريبوز، والريبوز يا جماعة لازم ما يكون منزوع الأكسجين في الذرة 2. بهي هذه معلومة هيك، يعني 1 برايم، 2 برايم، 3 برايم، 4 برايم، وانا عارف تسمع فين مني في كلمة ما قلتهاش الفيديو اللي فات في 5 برايم. شوفوا في العلم ما نقدرش نقول كل شيء مرة واحدة، ضروري من السم في العسل كل مرة تكبر كل مرة تكبر. هيك الفكرة الأساسية في التعليم، حتى في سنة أولى في سنة ثانية ثالثة العلم اللي تاخد فيه على هي رشفات. ما ينفعش انك انت تقجه مرة واحدة، وبالمقابل ما تنفعش انك انت تخش على المادة مره واحده قبل اسبوع او ليله الامتحان. تو هي يعني حتصنع منك تافه بشكل غير عادي، او انسان عباره عن عند العلم في دماغه جاي صبه في الامتحان وطلع من غيره. لا تكن هذا الشخص. فهي تعالوا معي تو هنا بنرسم جزيء دي ان اي، بنبدا نبني تو بالنيوكليوتايد، بنصنع شني، بنصنع دي ان اي كبير. باهي تو شني مثلا تي سي جي مثلا باهي بي وهكذا. هل ترى معي هذا اللي يعني راسمه؟ بح اصبر شويه جو مليح. باهي شوف بي، على كل حال خلي ونيت شو نسمع نهدرز عليكم. كل حال جماعة بالله عليكم، في قاعدة ديما نقولوا فيها ادعم القناة، سوي لايك سبسكرايب، ضيف الناس اللي متعرفهاش، او هدرز للناس ممكن يعني تستفيد من القناة باي شكل من الاشكال، فما تحرمش نفسك ولا تحرمني من الاجر يعني من بعد اذنك. مثلا شوف معي، انا تو رسم لك جزيء دي ان اي، رسم لك جزيء دي ان اي باش الواحد يحافظ على خشمه. ها لاحظ معي، هذا سايتوسكيليتون، هذا هيكل، وهذا هيكل مش سايتو، دي ان اي سكيليتون، باك بون يسموه فيها، اللي هي شنو؟ الريبوز والسكر، الريبوز والسكر. وكيف الارتباط معهم؟ لاحظ معي، كاتب لك 1 برايم، 2 برايم، 3 برايم، 4 برايم، 5 برايم. علاش في برايم فوق الرقم؟ هذه شني؟ هذه لازم مهمة جدا باش نفرقوا بين الذرة رقم 3 مثلا، ذرة رقم 2 في السكر، ولا 2 في النيتروجين بيز. الرسمة اللي رسمتها لك الدورتين اللي فاتوا هنا متتلخبط، فالعلماء قال لك نحط برايم للسكر، فنقول مثلا الهيدروجين او الاسف الدي ان اي منزوع الاكسجين في الذرة رقم 2 برايم، في 2 برايم هنا في هيدروجين فقط. بينما في الار ان اي بتلقى هنا او اتش او اتش او اتش، فاو بالعين تشوفها ذره 2 برايم فاصلها او اتش، فهذه مستحيل تكون دي ان اي، انما لازم تكون شنو؟ لازم تكون ار ان اي. بح اذا منزوع الاكسجين، لو ما فهمتنيش تبي تحفظ، الدي ان اي منزوع الاكسجين في اما ذره الريبوز، ذره 2 بس غلط 2 برايم، لو ماني قد بلغت. حلو بح نجو تو لشني. لاحظ معي عندك السرب يبدا من 5 برايم فري وينتهي ب 3 برايم فري. 3 برايم فري اللي هي يا جماعه، لاحظ 3 برايم هي فيها هنايا او اتش، هي 3 برايم. شنو صاير معي بالضبط؟ لاحظ معي الارتباط كيف يكون، من 5 نتاع الفوسفيته، هي هذه فوسفيته 5 برايم تشد في 3 برايم، 5 3 في 5 3 5، فاذا هنايا في 5 برايم فري، لا هذه مقلوبه، 5 برايم فري حره، والنهايه هنا شنو؟ 3 برايم حره، فاذا الدي ان اي يرتبط من 5 الى 3، صح ولا غلط؟ الاجابه صحيحه. الستراند الثانيه تكون انتي بارلل. شو معنى انتي بارلل؟ بارلل معناه متوازيين، لكن شو تكون انتي بارلل؟ يعني شنو؟ عاطيه براسها لوطه وركبة فوق هيك زي تو. فإذا شني عندي من 5 إلى 3، والثانية شن بتكون؟ من 3 إلى 5، لكن 5 و3 نطقة يا صح لا،
خمسة برايم إلى ثلاثة برايم، والثانية من ثلاثة برايم إلى خمسة برايم. مهم جدا بالله عليكم. فدوا شني يا جماعة، تركز معي، تقراها من هيك ولا من هيك كلها صح، خمسة برايم ثلاثة برايم وغيرها. باهي باهي. توا القواعد النيتروجينية بترتبط ببعضها. اللقطة يا اكتشفها واتسون أند كاريك، وداروا أصلا نموذجها كله خنبوه. واتسون أند كاريك خدوه عليه النوبل، خدوها من عالي ما نسيت اسمها في فرنسا. مهم، على كل حال على كل حال، تعال شوف معي، شوف معي كيف القاعدة في الارتباط. والقاعدة هي والله حافظها هي من سنة ثالثة ثانوي. ثالثة ثانوي هذه أناها في 2009. شوف روحك أنت في 2009 وين كنت؟ صف سادس ابتدائي، خمس ابتدائي، انا عارفش ما عارفش. 2009 خلوا لي في التعليقات بالله عليك 2009 وين كنت؟ اي حد يسمع التعليق او من بابك من باب الفضول او يقدر يشبح الفيديو، هو هذا السؤال نسألك، خلي في التعليقات. على كل حال شوف، الادينين يعني بالتفاهه هذه، نعم ايش بدي معي هي الادينين ترتبط مع الثيامين الساعه 2. شنو هذا الادينين؟ القاعده البيورين ترتبط مع الثيامين، التوك الثيامين بزود روابط هيدروجينيه. اذا ادينين ثيامين الساعه 2. الافضل شني؟ الجوانين مع السيتوسين. الجوانين من عائله البيورين ترتبط مع السيتوسين مع عائله شني البايريميدين، لكن بثلاث روابط هيدروجينيه. ادينين مع الجوانين، ادينين مع الثيامين الساعه 2، جوانين مع السيتوسين ثلاث روابط. فمعنى هنا يتو شوف جاي إليك هذا الاختبار، هاي قداش هنا؟ قداش هنا؟ قداش هنا؟ قداش سي مع جي، جي مع سي، اي مع تي، تي مع اي. جو مليح. هل يوجد يو؟ اوف كورس نو. هل يوجد تي في المسنجر ار ان اي او في الار ان اي؟ شوف هي لا، لكن خليها تو، لا لكن خليها، فيديو جاي نتكلموا عليها اكثر. حلو، اذا انا هيك ربط لك الدي ان اي، معلش الروابط هما شنو هما؟ روابط هيدروجينيه، بل روابط هي روابط داي فوسفور، داي فوسفيت بوند، رابطه فوسفوريه، رابطه استيريه قويه. شنو هو السكيلتون؟ شنو هو الهيكل؟ الريبوز والفوسفات، بينما هما القواعد النيتروجينيه هي المتغيره. تخيل احنا عندنا بالترتيب هو مليارات، 3 مليار بيز بيرنج، هذه التشكيله هي السنينات، هي لازم تكون دقيقه في كل بني ادم، الجينات لازم تكون متكرره بشكل متناسق جدا، وهي اللي هذه الشفره الوراثيه، وهذه راس مالنا، هذه اللي مخليه نشعر ناعم، هذه مخليه عيوني يلبسوا نظارات، هذه مخليه لوني يبصر كيف، هذا اللي مخليني نقدر نتكلم، نقدر نسمعكم، تقدر تسمعني، نقدر نتحرك. كل جيناتنا متخزنه وين؟ على الدي ان اي. تمام، تو يا جماعه نبغى نتكلم على حاجه اسمها نيوكليوسوم. نيوكليوسوم الجسم النووي، الجسم النووي تو شوفها هو الدي ان اي بنصغره، كيف بنصغره؟ يعني بندير عليه زوم اوت، هو نفسه قاعد زي ما هو دبل ستراند. باي على فكره في شيء تك ذاكر معلومه، ان الكروموزوم ال 1.220 مليون بيز بير، هو الكروموزومات هلبت، ناخذها في فيديو كاريو تايبنج احسن. على كل حال على كل حال شوف جاي، تو الدي ان اي مش هو هيك دي ان اي، شوف شو هو دبل ستراند هيك ضفيره ولا بح. زوم اوت زوم اوت زوم اوت لين يبدا يبان لي خط واحد. حلو، خط واحد يعني هو دبل ستراند، لو بنزوم اكثر بيبان لي خطين. بح، نبي نعرفك ان الدي ان اي يلتف على هيستونات، بروتينات هيستونيه. شن اسمائهم؟ شن اسمائهم؟ شوف جاي، اتش 2A H2B H3 H4 وفي H1 بروحة. H2A H2B H3 H4 و H1 هذا الرابط أو اللينكر. كيف؟ كيف؟ خذ منهما كلهم، منهما كلهم طرفين، يعني قديش حيكون عندي؟ قديش حيكون عندي؟ 2 في الأربعة 8 بروتينات، يعني هذا منها زوز 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 زوز. اما اجمعهم هيك، طبعا ندير لك اربعه لكن وراهم اربعه ثانيات خوت. مثلا الدي ان اي يلف لفه يساريه زي توكيد، لفه وثلث ارباع ويمشي، يمشي بعدين يتلاقى مع اربعه ثمانيه اوكتمر، جسيم ثماني، ثماني يلف لفه وثلث ارباع ويمشي،
لفه تتبع وهكذا وهكذا وهكذا. أهي هذا نيوكليوسوم، هذا نيوكليوسوم، هذا نيوكليوسوم. شنو يجي بعدين؟ الاتش 1 يدبس زي توا، يدبس هنايا الفراغات العاطفيه. الشكل السبحي هو الشكل السبحي هي موجود فقط في الايوكاريوتكس. طيب اذا انا بناخذ 8 هيستونات اللي هم اتش 2 اتش 2 بي اتش 2 اتش 3 واتش 4 ونلمهم على بعضهم ونكون لفه. كي اللفه هي باهي يجي بعدين يدبسها الاتش 1 هو اللينكر، اللينكر لينك معناها موصل بين النيوكليوسوم والنيوكليوسوم. السبحه بعدين تتلف اكثر تتلف اكثر تتلف اكثر تولي شيني كروموزوم، واللي سبق الكلام عليه بشكل بسيط بالسك. باهي هذا كل ما عندي نقول على الدي ان ايه. نتلاقوا في الفيديو الجاي الار ان ايه. اصلا يعني نكون وفقت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.